وزي ما كنت بتكلم حضراتكم، احنا معانا خبر اخر ان الغرفة التجارية بالاسكندرية اعلنت عزمها اطلاق مؤتمر موسع لانشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة في مصر بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. ده بهدف وضع خطة لمواكبة التطورات الصناعية حول العالم خلال شهر يناير 2019. الغرفة قالت في بيان إن جلسات المؤتمر ستسلط الضوء على ملامح تلك الثورة، ومن المقرر استعراض جانب من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي على المستثمرين المشاركين بالمؤتمر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الأستاذ أحمد صقر، سكرتير عام وعضو مجلس إدارة الغرفة، واللي معانا دلوقتي على التليفون. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. زي حضرتك. يعني يمكن المداخلة اللي كانت معانا قبل حضرتك كان فيها إنجاز ل غرفة الاتصالات وشعبة الاتصالات بالغرفة التجارية ان تم رفع الأجهزة الإلكترونية من قائمة السلع الاستفزازية. النهاردة في مؤتمر آخر لاتحاد الغرف التجارية حضراتكم بتدعو إليه، وهو الثورة الصناعية الرابعة. خلينا نقول الفكرة جت إزاي، وإحنا فين كصناعة مصرية من الثورة الصناعية الرابعة؟ هو الثورة الصناعية الرابعة طبعا يبقى تقريبا 3 أو 4 سنين انطلقت من المانيا. طبعا هي بتعتمد كل الاعتماد الرئيسي فيها على الروبوت اللي هو الانسان الالي، بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، بتعتمد على كم المعلومات دون، على سرعه الانتاج، انها بتعمل مردود في الاقتصاد الرقمي. ففي النهايه لانه طبعا هي دي سبب نشاتها، لأن طبعا مفيش تزايد سكاني في أوروبا مثلا، بيدوروا على يعني تقليل اليد العاملة بقدر الإمكان، اليد العاملة دي بتخش في مرحلة التدقيق والمتابعة فقط لا غير. طبعا بتتفق معانا ما بتتفقش معانا، خلاص الأمر ده انطلق وانتهى. احنا جبنا أحد العلماء، يعني كانت يعني بدايه لهذه المؤتمر ان احنا بنعمل تمهيد او للمؤتمر، كان في حوالي 70 80 فرد مهتمين بهذا المجال. احنا المشكله كمان ان احنا اوريدي هي داخله عندنا، يعني اوريدي خلاص، يعني بين اللحظه والاخرى هتلاقي موجوده في كل شيء، في كل نواحي الحياه، في الطب هتلاقيه، في الطيارات هتلاقيها، في العربيات هتلاقيها، في الصناعه. ايوه بس ده يخلينا نقول احنا فين؟ يعني احنا كصناعه مصريه وكاقتصاد مصري احنا فين؟ احنا لازم عشان نقدر نعمل نتبع هذه الثوره وناخد بيها، لازم يكون عندنا علماء طبعا طالعين عليها. يعني انا كانت مفاجاه بالنسبه لي واحنا في الندوه ان في علماء على مستوى عالي جدا جدا جدا، من انه المتابعه والاتصال المباشر بالجامعات الخارجيه سواء حتى في امريكا او في المانيا، وانهم عارفين ان هو ده شيء امر يعني محتوم، يعني حتى من هو احنا هنستخدمه. ولكن يعني مثلا هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، لما اتعملت عندنا القريه الذكيه في مصر، كانت جاذبه للاستثمار ايه؟ كل شركات الاتصالات في العالم وشركات الكمبيوتر جت عندنا. احنا لازم طيب خلينا نقول ان المؤتمر هيدعو الى ايه، واهم الملفات اللي هتبقى مطروحه خاصه ملف الصناعه المصريه. ان احنا الاستثمار بتاعنا هيرتبط بهذه الثوره. لو احنا ما عندناش المصانع او النواحي الاخرى اللي هي تتفق مع هذه الثوره، هنبقى احنا بره المنافسه خالص. فاحنا كنا مهمتنا ان احنا بندعو كل الصناع، وكمان جزء مهم جدا خلي بال حضرتك من الموضوع، انه مثلا التشريعات في الثوره الصناعيه مختلفه تماما. يعني العربيه اللي من غير سواق النهارده بقت موجوده في اوروبا، صح؟ لان دي بقت صناعات جديده ما كانتش موجوده على الساحه التشريعيه، وبالتالي يلزمها تشريعات جديده.
مريض القلب ان هو اللي بيتحط له شيب على جسمه ويبقى مرتبط بمستشفى، عشان لو حصل مثلا جلطه في القلب ولا اي حاجه، المستشفى هي اللي بتتابعه، وبتيجي العربيه الاسعاف تاخده من بيته وهو ما يعرفش انه عنده ايه بالظبط. بس احنا بالتاكيد يا استاذ احمد عارفين ان الصناعه المصريه عندها ايه وهي بتلقى رعايه. لازم نبقى عارفين نمره واحد، احنا عندنا ثقافه التاجيه ايه في مصر؟ ما عندناش، ما نعرفش. انا اعتقد لو سالت اي واحد في اي قطاع إن كان، عندنا طاقتنا الانتاجيه ايه؟ عندنا هنطور ازاي؟ هنعمل يعني مثلا في الصين خدت بالنقط المستنيره، عملت زي مناطق كده صناعيه، دي مناطق مثلا للثوره الصناعيه الرابعه، بحيث ان كل الاستثمارات اللي هتيجي فيها كده دي هتعمل ايه؟ هتلاقيها مردود في الاقتصاد الرقمي، يعني هتزود من الطاقه الانتاجيه، هتقلل من تكلفه المنتج، المنتج زي ما مثلا العربيه مثلا بتتصنع مثلا في اليابان مثلا ب 100,000 دولار، ممكن العربيه مثلا نفس العربيه دي تتصنع مثلا في الصين ب 20,000 دولار. كويس جدا، بس خلينا نقول ان شاء الله احنا هنتابع مع حضرتك هذا المؤتمر وجدول اعماله والموضوعات اللي هيتم مناقشتها، وبالتاكيد هيكون في استفاده للصناعه المصريه من هذه المؤتمرات اللي الكلام عنها اصبح شيء ايجابي، وان احنا بقينا موجودين وبنتابع هذه الاحداث وثوره اقتصاديه رابعه. ده بالتاكيد لما يناقش في الغرفه التجاريه المصريه وعلى ارض الاسكندريه بالتاكيد هيكون في ايجابيات كتيره للاقتصاد المصري والصناعه المصريه. بشكرك على وجودك معانا.